المواطنين في تونس.
بلادي دوستون. إلا أن هذه الهيئة لم تحدث، وهو ما ترك الوضع يتردى يوما بعد يوم، وبتوغل السلطة التنفيذية وبانفراد سيد وزير العدل في ما يتعلق بمسار القضاة، فهو الذي أصبح يعين، وهو الذي أصبح يرقي، وهو الذي أصبح يصنف الخطط، وهو الذي أصبح يعفي القضاة، وهذا شيء غير مقبول، وهذا تدخل صارخ في السلطة التنفيذية. ونحمل هذا التردي للوضع للمجلس التأسيسي الذي لم يتحمل مسؤوليته الكاملة في إنشاء هذه الهيئة، وهذا نعتبره الحقيقة أنه يا إما لا توجد لديهم الإرادة السياسية لإحداث هذه الهيئة، أو أنهم يريدون معناها ترك المجال أو المجال مفتوح أمام السلطة التنفيذية حتى تضعف أكثر فأكثر ويوما بعد يوم السلطة القضائية، ويجعل هذه السلطة مشكك فيها، وهو ما نعايشه يوميا سواء عبر الإعلام، ما نقرأه في الإعلام أو ما نشاهده، وهو أمر خطير. عندما يضعف القضاء لا يمكن أن نتحدث لا على انتقال ديمقراطي ولا على ديمقراطية ولا على نجاح انتخابات ولا على حرية التعبير، وهذا ما جعلنا اليوم نخرج ونصرخ ونقول نطالب بإصلاح القضاء وتوفير الضمانات لاستقلال السلطة القضائية. مدام، أبرز مطالبكم.